السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب الجوصباير؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة، ولكن اليوم رح نعمل شيء جديد. ما رح نفوت على هذا الماب اللي دايما نفوت عليه، رح نفوت على ماب جديد. رح ناخد new farmer with the starting. طيب خلينا ناخد هاي الخيار وناخد هاي الماب. طبعا ليش اخترت هاي الماب؟ اليوم رح نبلش كأنه مثل الشباب، الأغلب الناس اللي متابعين القناة عندهم اللعبة مكركة، فلذلك قررنا اليوم بمشورة بعض الشباب يعني أنه نلعب مثل كأنه مكركة، يعني نلعب بدون مودات بدون أي شيء، بنجرب بنشوف لنا 4-5 فيديوهات نشوف شنو رأيكم بالموضوع. زادنا ننزل شيء من سبته، المهم رح نجرب هذا الاشي. والله خلينا نبلش بالفيديو، ليست جو. وهلق نقدر نقول ستار. طيب هلا مثل ما انكم شايفين بلشنا في الجزيرة، معنا 100,000، ما معنا ولا مود، ما معنا اي شيء. رح نبلش نشغل الماكينة. طبعا اول شيء رح نسوي رح نشغل هاي الماكينة الحصادة، خلي تجيب لنا شوية مصاري لانه بتعرف مفلسين وما معنا شيء ابدا، او مبفرين. حلو واحد يكون نازل اللعبة من اول وجديد ويكون عنده خبرة جدا كبيرة وبيبرك يلعب مثل كأنه جديد اول مرة يلعب اللعبة. والله اكيد كلياتكم اول ما لعبتوا اللعبه نزلتوا من بهذا المود او المود الثاني بدون مودات بدون اي شيء، بس يعني اكيد تعلمتوا. المهم هلا خلينا نبلش نشتغل. تمام هي بلشت تشتغل وننزل على الماكينه الثانيه. طيب هلا اول شيء بدنا نستثمر الارض بطريقه، يعني شلون اقول لكم اياها، يعني لازم نستثمر المصاري اللي معنا بطريقه صحيحه صحيحة صحيحة، يعني انه ما نضيع ولا ليرة. فايش بدنا نعمل؟ خلينا نشغل هاي. والله بيروت يسر، خلاش بلوش ما بمشي. وقف وقف. عم بقول ليش ما بيمشي. طلع في شي قدام وضارب. المهم هاي اول شي. طبعا في شغلة هون رح نسويها انه انا ما رح اشتري اي شي، كله اجار حرفيا، اجار وبس، لانه مصاري ما عندي. تمام كل اللي معي 100,000 ما ينحكى فيها. تمام فلذلك ايش بدنا نسويها اليوم؟ هلا بالبناء ما نقدر نبني اي اشي، بس ولكن ممكن نحسن شوي من الموجود عندي. هلا في عندي شغلة اسمعوا تذكرتها، صف لي هذا هون. لا ما يزبط صح، انا قلت في عندي مود بس ذكرت ما بصير استخدم المودات اساسا، ما في مودات اني اعمل مزرعة حيوان او مزرعة حصن، كنت عم بفكر هذيك القسم هنيك نعمل هنيك مزرعة بس ذكرت انه المودات شايلهم. والله لا شوي صعبة بدون مودات له. طيب ايش بدنا نسوي؟ بدنا نستثمر، بدنا نوصل. هلا شوف بلشنا نصرف من ال 100,000، يعني خلال لازم نوصل مو للمليون، المليون كتير كبير يعني رقم، خصوصا ما في مودات ما في اي شيء. فراح نقول 200,000. تمام من ال 200,000 اذا وصلنا ال 200,000 ممتاز، لانه صعب نوصل ال 200,000. طيب بانه هون تعال نشوف ايش في عندنا عقود، رح نمسك لنا شيء عقد. العقود يب ها هي العقود. هلا في هون عقد ب 4,000 اتوقع هذا تبع الفليز. هون في عنا مود مطلوب منا نحصد له، ما لنا مصلحة. هون مطلوب منا نحصد القطن وماكينتين، الأرض رقم 4، وهون بده نحط له فليز. طبعا في شيء مهم أنا رح أعمله كمان هون بالضبط، اللي هو أوقف عملية الشراء. هلا الفلو اتركه شغال، السيد اتركه، بس هذا رح أوقفه وسلوري مو مهم. تمام هدول رح اوقفهم مشان ما يروحوا لي مصاري كتير. تمام حتى المازوت بدي اوقفه، المازوت انا بعبيه، ليش ده هو يروح يشتري لحاله؟ وحتى السيد انا بعبيه لحالي، يعني ليش هو؟ لانه تعبيته لحاله بياخذ مصاري اكتر من لما انا بعبي في ايدي. فالمهم فخلينا نشوف هون الاراضي. هي الاراضي هي رقم، هي رح نحط لها الفيلز اللي بده الفيلز بالارض رقم 13، وهو رقم الارض 8 بدها 2 ل 2، 13 و8 13 وين صارت؟ 8 هي الكبيرة و13 ابو هو 2 كبار، وات ذا فاك مين؟ طيب
بأنه الاثنين كبار، إيش بدنا نساوي؟ طيب. في اقتراح إنه نشتري تراكتور صغير، واحد من هذول. لا مو هذا الكبير، إيش فيدي من هذول؟ هذا متوسطيا يعني، هذا بول 80,000 تقريبا، ممتازة سرعته 30، ما بدنا شوي زيدونا شوي سرعة مع الليفل 40. مشكلة هو الميتور بس مش ما بيفرق معه كتير السرعة يعني. هلا دول اثنين نفس الشيء، بس الفرق الحجم، الخزان المازوت. المازوت ما بيهمني حجمه. على كل حال احنا رح نستأجر، خلينا ناخذ هذا، ما رح نشتري اجار يعني، ما رح نشتري شري يعني، ما معي مصاري اشتري. او خليه هيك على قياس الدولاب العادي يعني، ما يفرق معي. طبعا هو بيفرق شيء هذا بالاجار؟ او والله يفرق بالاجار، يفرق شيء 1000. شوفوا يعني هون شيء فرق 1500 بس لانه كبرنا الميتور. هون هلا شوف اذا بدنا نغير دويليب فرقت شوي، يعني ما فرقت كتير بس شوي فرقت. هلا هي ما بتهمني انا. هلا بنعمل له اجار، بس ايش بدنا نركب معه؟ هاد بدنا نركب معه صندوق اللي بخ السماد. ما هلا ما رح ركب له تبعيد السماد. ليش؟ لانه اللي تبخ سماد ما بتبخ، ما بتحط جير، والجير كتير مطلوب. فلذلك رح اخذ الماكينة الحمراء هي اللي بتبخ جير وسماد بنفس الوقت، الاثنين سوا. بس خليني اكبر له الصندوق شي بسيط. تمام، هاي التعريضة مهمة معلم، بدك تحط لي اياها غصب عنك. 30 دولار تمام، خلي دويري بصغر احسن، يكون حركته اسلس، عرفت شنون؟ طيب خلينا نعمل له اجار. تمام هلا هيك صار، احنا عنا معمل شيئين مهمين جدا. طيب هلا خلينا نبلش اروح اجيب الماكينة الحصاد. تمام، ايش بدنا نزرع اليوم؟ خلينا نزرع قمح، نضل مركزين على القمح او الفاصولية. فاصولية بتجي يعني قيمتها اكبر وش اسمه ومحصولها اصغر يعني، مشان ما يعيبنا، مشان نضل ناخذ عقود، عرفتوا شلون؟ العقود هي اربح شيء بالوقت الحالي. هلا بنروح هذا اتركه بس لبين ما تعبي هذيك الماكينة بنبلش نشتغل عليها. المهم بنروح الى الماكينة الثانية. طبعا هون نسينا نشتري، اول شيء نسينا ناخذ العقد، ناخذ العقد الكبير اللي هو الفيلز. طيب الرقم الارض 13 مو؟ 13 وين صارت هون؟ نطلع لها من الطريق او نطلع لها من الطريق وندخل عليها. طيب حاليا نكتفي ولا نعبي كمان؟ او خلينا نعبيها كلها، لان اساسا ما راح اروحها يعني من ايدي، يعني بدي اضل استهلك فيها حتى تروح. اتوقع هيك كفي، بس ما نزعل هلا. اوه هاك لدول، تمام يتيسر يعني. هسه ضل في محل وحدة بس ضل ناقص، بس اتس اوكي مان يعني، هيك حاجة صرنا. صار حطينا 35,000 بس مشان اجار، واجار كله اجار. ان شاء الله ترجع لنا يعني، هذا اسمه استثمار. طيب بنروح هلا بنحطها على الارض، نقلها اشتغلي. طبعا لا تنسوا ان احنا موقفين عملية الشراء، فراح يطير طيران يعني الساد هلا اتوقع، لك ما يضل منه مو الساد عفوا، البذور. الفيلز عفوا، الفيلز سوى السماد. هاي رقم 13 وصلنا، بس اتوقع رقم واحد او الارض تبعت اللي عم يشتغل بالحصاد اتوقع تعبى، اتوقع ذلك. منيح ما تمشي كتير سريعة يعني. تمام خلص نروح هون تقريبا راح يفول. وين التراكتوري بتاعتنا؟ والله ده يمشي. قبل ما ندخل الارض بس خلينا نتاكد انه الكرب مطفي اللي هو بيخرب الزرع. هاي كروب اون، نسويها اوف. هاي ليش؟ مشان انه اذا دخلت بالزرع ما بيتكسر. هاي نقطه جدا مهمه، جزء في منكم ما بيعرفها، انه يضلوا يمشوا بالزرع فيكسر الزرع. طبعا هلا بعد ما وصلنا مسينا يعني، صرنا تقريبا بنص الفيديو، اكيد انتم اللي عم بتشوفوا. فحاب احكي اول شيء كم كلمه مهمه جدا. اول شيء شكرا لكم جميعا، وشكرا انكم وصلتونا 4000. صح طولنا كتير بس الحمد لله انه وصلنا 4000 مشاهد، عفوا مو مشاهد، عفوا 4000 مشترك بالقناه. واهلا وسهلا بكل الاصدقاء اللي انضموا لنا القناه جديد. فلذلك بمناسبه اليوم حابب انا اشارككم في موضوع جدا مهم. في شاب كان بده ينزل معي انا بهي الماب، كنا اساسا نصور سوا الفيديو، بس ولكن يعني متاخر وما رد علي، فاضطريت نسجله لحالي وبعتذر منك كمان. ان شاء الله بالفيديو الجاي نحاول انه نسوي فيديوهات مع المتابعين.
تمام. فلذلك اذا بتحبوا انتم تنضموا معنا يعني للمزرعه او للشغل وهيك، بتحبوا تلعبوا معي او تناقشوا معي او تحكوا معي او شيء بتكون اياه، بامكانكم تنزلوا على صندوق الوصف في رابط الديسكورد، سيرفر الديسكورد، نحكي هنيك. وفي طبعا ارن خاصه لمحاكي المزرعه ولكل اللي بيحبوا يلعبوا محاكي المزرعه، فهنيك نحكي. بتريدوا تحبوا تعملوا انتم سيرفرات خاصه لكم او تريدوا نعمل مع بعضنا. فلذلك انا اليوم بما وصلت لنص الفيديو فاكيد في منكم شاف الموضوع هذا. طيب شوفوا، اليوم رح اعمل مسابقة، رح اوزع بانه هي اول مرة انه انا اوصل لهذا الرقم. حساب واحد فيه محاكي المزرعة حاليا واحد، بس بشرط واحد انه بس وصل الفيديو هذا اللي انتم عم تشوفوه ل 400 مشاهدة ان شاء الله. اكتر تعليق جايب عليه لايكات رح ابعت له حساب فيه محاكي المزرعة، يعني بحساب نظام، يعني بيقدر بينزل عليه مودات، بيقدر يسوي عليه اللي بده اياه، تمام. فمشان تشاركوا بهاي المسابقه، اتمنى انكم تشاركوا الفيديوهات لكل اصدقائكم، لكل حبايبكم، لكل الناس اللي تعرفوها. وطبعا في ناس اشتكت موضوع جدا مهم، واللي هو في فوق حدا عم بيشتغل بالبنايه ما بعرف شو عم بيشتغلوا. المهم ففي ناس كتير اشتكت من موضوع انه المود الماضي كتير ملت منه وانزعجت منه، وفي ناس بتكتب لي بالتعليقات انه ملينا من هاللعبه، غير اللعبه. فلما تنزلوا بصندوق الوصف، في اول شيء مكتوب رابط قناتي الثانيه او حساب قناتي الثانيه اللي هي سيلفستار، تمام. القناه دي بنشر فيها هاي اللعبه الامس، نزلت الكوابيس الصغيره وبنشرت عليها هذه ميديا، بنشرت عليها هيتمان اللعبه كلها تختيم، وهنيك عم بخلي القناه هنيك تكون لقناه للتختيم الالعاب. يعني بتروح هنيك لما بتروح تشوف هنيك الفيديوهات كلها تختيم تختيم تختيم. فخلال كم يوم ان شاء الله رح ننزل لكم كمان فيديو عن لعبه محاكي اللي هي بتركب هيك سياره بتروح بين الجبال وبيطلب منك مهمات. فهي اللعبه تمام كتير كتير ممتعه، رح ننزل لكم عنها فيديو. اذا عجبتكم بتضل ننزل عن هاي وعن محاكي، يعني بنعمل تنويع، يعني هي لعبه سيارات، هاي القناه رح تكون لعبه السيارات وهذيك القناه للتختيم. فبس حبيت اشارككم بهنا بهاي المواضيع او هاي الشغلات. فاتمنى انكم ما تنسوا توصلوا الفيديو ل 400 مشاهده، وبالاضافه اكثر شخص جايب لايكات لتعليقه راح اعطيه حساب فيه محاكي المزرعه ان شاء الله، تمام. طيب هلا في شغله اخيره بدي احكي عنها، واللي هي في شخص بعت لي انه كان عم بيلعب خلص رقم 11 جدا. في شخص بعت لي انه عم بيلعب لعبه شو اسمها، تمام. في شخص بعت لي انه عم بيلعب لعبه محاكي المزرعه، مكرك اللعبه ونزل مود البناء. فسالته شلون نزلتها، فحكى لي انه عادي بس طابق رقم الاصدار اللعبه مع اصدار شو اسمه مع رقم اصدار المود بيركب معك. فلذلك يعني انتم جربوا، بحسوا انه بحسوا انتم المود اللي مركبينه، او شوفوا شوفوا اللعبه انتم عندكم انا اصدار تبعها، وروحوا دوروا في حساب اسمه موجود تحت بصندوق الوصف رح اكتب لكم اياه، مشان دوروا عليه بالمودات، او تروحوا ممكن تلاقوه بملف الاكسل موجود فيه كل المودات. المهم تدخلوا عليه، فبقلبه بيكتب لك انه هاي يكتب لك انه هاي المود هاد للاصدار رقم كذا، تمام. يعني نفس المود ممكن تلاقيه 4-5 مرات مكرر، لان كل واحد مع اصدار. فجربوا نزلوا المود وثبتوا، شوفوا رح اشتغل معكم ولا لا، وردوا لي خبر اذا ثبت معكم حتى انا بلش انزل كم مود اللي بيركب معكم بس، تمام. فبانتظار رايكم وتعليقكم، تمام شباب. ما تنسونا، الله يوفقكم، بدنا نركب مودات، اي صعب هيك تضل مودات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.